عصروح قرب بالك غير الهف ميز وشوف رايحين يغيبوها لك على المباشر والمكشوف عصروح قرب بالك غير الهف ميز وشوف رايحين يغيبوها لك على المباشر والمكشوف كونك حربي صنديل حربي صنديل ولا جبد جبد لهيه ولا عقباري ضيفة حلقة اليوم بطلة إفريقيا في الجيدو كوثر والي. كوثر جوجو عرضتها على حشاتها عمل، لكن واش كان مخبي الكوثر ما كانتش على بالها. على كل حال أنا ما نطولش عليكم باش نخليكم تشوفوا واش صرا لها. انت بنادم انت؟ لا لا برخادم هكذا قولوا لي يا حرام عليك انت يا اخي بالخادمه بتقول ربي تخاف منه انت ها قدرت مش معك ربي وكيلك لا لا معليش انا اروح تدوها اروح ما خمس دقائق راه نهضر معاك ايه اسمع البكبه اللي رجعتني مرعش معليش توشيني ما توشيني معليش رجعتني معليش رجعتني معليش رجعتني ما توشيني فينك فينك ما تهضريش فينك ما تعرفنيش واش نقول باش واش كون انت يا بصح واش كون انت باش تهضري معايا هكذا المرض انت يا واش دخلك انت واش دخلك واش دخلني هذه المراه راهي معايا شوف نقول لك حاجه نقول لك حاجه قولي وحده انا بنت فاميليا انا ثاني وليد فاميليا انا ثاني وليد فاميليا فاميليا حقار انت انا شو نهضر معاك اروح نهضر معاها وتعاود تولي ما تهضرش معاها نهضر معاها وتعاود تولي ما تهضرش معاها لا نهضر معاك لا حيد يدك ما توشينيش ما تغيدكش واش تغيدك يا خدامة عندها بورسونتاج هادي علاش برك حبيت نعرف ما تدخليش روحك انت ندخل روحي نقول لك علاش انا نخاف ربي سبحانه انا ثاني نخاف ربي سبحانه انا نخاف ربي سبحانه كباب نولي كيما انا ثاني نخاف ربي سبحانه ما تلعبيش بيدك واحد يدير لي واش راك دير له واحد ولا وحده تجي تسلكني نورمال عادي هاديه خلي نديها ما تديهاش خويا والله ما تديها ما تدخلش ما توشينيش ما على باليش شكون يجي ما تديها ما توشينيش هادي دوك تجي تعيش معايا في الدار تسالي دوكا هادي راهي خدامة عندي ما تدياش خدامة راهي خالصة ديجا تخلصيني خلصيني شحال خلصك خلصيني خلصيني شحال خلصك راه عندي خلصيني انا عندي 3 ملايين في جيبي هذا 3 ملايين 3 ملايين ساعة ها انا عطيت لها 100 ها والله عطيني وما ما توليش معاك ما تجيش معاك معليش من بعد انا نشوف انا ديسيدي معليش يعطيني كملي في كلمتك كملي في كلمتك راهي ما سوريا عندها كونتر عندها لي بريم بارك الله فيك معليش ندير نهضر معاها عطيني بنتي بنتك عطيني بنتي اصبر اصبر دقيقه دقيقه ما توش ما توشيش ما توشيش راهي معايا هكذا ما تدخليش روحك ربي هكذا دوك يجوي ينفضوك راهم جايين راهم جايين ينفضوك هكذا ما تبعينيش ما تبعينيش ما تبعينيش
صحة رمضانكم وصحة عيدكم. يا كوثر انا اعرفك ثقيله ورزينه، عمري ما ظنيتك تتقلقي هكا، بصح انتي فحله. اما انتم مشاهدينا ما تتقلقوش، اقعدوا لخاطر ما زالت الفنانه نعيمه عبابسه اللي جات هي كذلك معروضه، شوفوا وسر لها جدك اشتغل فطره. شتي وانت صرف علاش كتجيبي لي فسر؟ ما لقيتو نصرف. حرام عليك خويا. علاش؟ والله غير حرام وليا. وعلاش تصرفي؟ وليا. هاك شتي واش راكي ديري؟ سي انورمال، هذا لازم لا بوليس يدوه، هذا يسلسلو هذا الدرب لي مالو. قول له يعطيني بنتي برك. قال لي كانوا يجوا داك شوف. لور ديالك. كيفاش؟ ارواحي ارواحي. خليها تشوف بنتها، خليها تشوف. ندي دراهم اقعدي اقعدي. كان جيت راجل انا اليوم نعطيك طريحه. اوه والله العظيم سهله. قسما بالله لو كان جيت راجل غير اليوم نضربك تاع الصح. تليفون ديال لاكيسيون ديالي بيان سور. انت واش دخلك؟ تخد روحي. ولو كان جيت راجل اليوم نخمجك بالضرب. سي بون واقيلا الخير حدك نوض نضربك يا غالب يا مغلوب. تجي نهضر معاها وتروح اديها، ربي سهل. تهضر معاها مرات وتهضر معاها مرات. سي بون ما تبكيش. نعيمه اليوم نعيمه راهو يهضر معاك. علاه كانت تخلعي فيك؟ قتلتيني بالخلعه. لان في عهد العبيد ولا واش؟ ما على بالكش مع مراكيت تهضري، سي بور سا اللي كتهضري هكذا كونفيونت. اوني با او 16 سيكل كانوا يبيعوا العبيد، ويونكور العبيد كانوا يبيعوهم يوكلوهم ويبعثوهم شاكلا. زايد فيها لي زام حنونا، وديجا حنا لي فام سي لي زام سي بون. ما تخافيش نهضر معاها تعاود تولي ادوها معليش ربي يسهل. قال لك نجيبوا لك راجل تولي كل دجاجه. باسكو واحد اللي يحضر معليش المره هذه راهي معايا. شوف نهضر معاك نحي يدك ما توشينيش. توشيك ونضربك سي بون. وي باسكو راني في بيتها بيتي ماك سي بون. انا مانيش طلقت سي بون. هذه ما تجيش تشوفها وانا مانيش طلقت سي بون. اقسم بالله غنديها. ما تحلفش. اقسم بالله ما تديها. والله العظيم سير نسكن لك في راسك انا. اقسم بالله غير تجي نهضر معاها. هضر معايا انا. هضر معايا بور بارول تاعها انت. ايه خليني نهضر معاها وانت مكان ما دخلك. ما تهضرش. يا نعيمه يا نعيمه شحال حنينه. انت مثال للمراه الجزائريه الفحله. بصح واش نقول لك مستقبلا حسي روحك. فوالا ان شاء الله رمضانكم بالصحه ولهنا. انت ما ضربتينيش مازال دوك نيغوسي معاكم مزيان ضربتيني فيناليزي. وان شاء الله بالعكس هذا الشهر شهر الخير وشهر العباده. يا حليل يا حليل حنا واش نقدروا؟ واش قدرت نعاون انا ولا كاين واحد اخر كيما انا ولا جو سي با اللي يقدروا يعاونوا هادوما المساكين الفقراء والمرضى ودار العجازه ومنه ربي يكون معاهم. لا فام سي لا مامون سي لا سوغ الام الاخت الجده البنت دونك ما تحقرش المراه. برافو.